مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم درسنا عن الصفة والموصوف. الصفة هي اسم يصف اسما قبله، يسمى الموصوف. الصفة يعني نحن منوصف شخص بيكون قبله موصوف، اسم قبله منسمي هيدا الاسم الموصوف. فإذن الصفة هي اسم يصف اسما قبله يسمى الموصوف. رح نوضح هيدا الأمر من خلال بعض الأمثلة. أم حنونة. أم هي موصوف، عم بوصفها أنا. حنونة هي الصفة اللي إلها، أم حنونة. ولد ذكي. ولد موصوف، ذكي الصفة. طفلة محبوبة. طفلة موصوف ومحبوبة صفة. كلب وفي، كلب موصوف وفي صفة. قطة لطيفة كذلك. عائلة سعيدة موصوف وصفة هي سعيدة، عائلة هي الموصوف والقطة هي الموصوف. فإذن الاسم هو الموصوف، ما ننسى هيدا الأمر. تتبع الصفة الموصوف بالتذكير والتأنيث. مثال: الولد نشيط. الولد مذكر، نشيط مذكر. الأب الحنون. الأب موصوف مذكر، الحنون صفة مذكر. الأم الماهرة. الأم موصوف مؤنث، الماهرة صفة مؤنث. البنت الكبيرة. البنت موصوف مؤنث، الكبيرة صفة مؤنث. الصفة تتبع الموصوف في الحركة في آخر الكلمة، يعني حسب ما يكون الموصوف عنده حركة في آخر الكلمة، إن كان فتحة أو ضمة أو كسرة، فالصفة تتبعه بنفس المثال. الغرفة الواسعة. الطاولة المستديرة. التفاحة الحمراء. فإذن حتى بالحركة تتبعه. الصفة تتبع الموصوف من حيث مفرد، مثنى أو جمع. تلميذ نشيط. تلميذ مفرد، نشيط مفرد. تلميذان نشيطان. تلميذان مثنى، نشيطان مثنى. التلاميذ النشيطون. التلاميذ جمع، النشيطون جمع. فإذن الصفة تتبع الموصوف في جميع حالاته. خلينا نعمل هيدا التمرين. تمرين نلائم بين الصفة والموصوف. قطة لطيفة. لطيفة نفس الحركة، وأيضا مؤنث نفس الشيء، كمان مفرد. قطة لطيفة. شارع واسع نفس الحركة ومذكر. الطبيب البارع أيضا نفس الحركة والمذكر. درسان مهمان مثنى يتبع المثنى وأيضا نفس الحركة. خذ من المخزن صفة وضعها في المكان المناسب. هذه بطاقتنا للطلاب، ما عليكم إلا تختاروا كلمة وتضعوها في مكان الفراغ. إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة من مادة اللغة العربية. إلى اللقاء.